والله ما لي عرفان شلون بدي كافيك يا يسور، لولا شورك ما فيني امشي خطوه لقدام. انا تفضل ابن عمي. اهلا عزات افندي ابن حلال، ان شاء الله عم تذكروني بالخير. يا مزوي يا مزوي، عم يسلم عليك، رد عليه السلام على الاقل. الله يسعد لي مساك نوري بيك. اهلين اهلين يا عزات، الله يرضى عليك يا غدا. روحي ساوي لنا طقم قهوه، بدنا نحتفل بيسرى خانم، لاني انا وياها اليوم اتفقنا على مشروع كثير كبير. حاضر عمو. اسمع عزات، من أولها ما بدي وصيك، هي غادة جوهرة، بشرفي إذا بدرى أنك قصرت معها أو مع يسرى خانم ما رح تكون مبسوط مني منوب. لا شو قصر بحقها، حماتي بب عيوني، حدا بيقول لك حماته؟ شوفي لي المناغشة، بضميري نيالك على الصهر. ايه والله نيالي عليك وعليه. هلأ شبكي دائرة، خلص لح الحية لنشوف. يعني خلاص وافقتي حماتي؟ سكوت انت، مو شايفني عم بحكي؟ خلاص لا تحكي، انا بحلها. بدي اطمن. سمعت باذنك؟ بده يطمن. لك طمنك شي يخلع رقبتك، انا عم بحكي عم قلك اطمن، انت رح تكون كسبان بالاخر. شو يا سمية؟ شايف رجعت الصحبة القديمة انت ومثل هاشم؟ يغزي العين، ما عاد خلصتوا حكي ما شاء الله. اي والله بحبها لهنا وما بشبع منها. لا وكانت معها الدكتورة، سبحان الله يا صياح، تقول اختها خنطق منطق. بتعرفي شو لك سمية؟ والله العظيم انا مبسوط انك عم تعرفي وداد على هدول الناس. اي والله وطار عقلها بالدكتورة. بيني وبينك أنا انبسطت كتير، خليها ترافق الناس الفهمة والأكابر. آخ لك يا سمية، والله هي البنت أخذ شقفة من عقلي، طول ماني قاعد آكل همها وعم ضل فكر فيها بمستقبلها كيف بدي أمنها. الله يخليك فوق راسها إلهي. لك بيقولوا لي ليش بتحبها وبتاخد شورة وبتموت فيها. ولك تقبر قلبي، لك انت روح روح روحي، ولك انت قلب قلب قلبي. الله يخلي لي اياك الهي، يرجع لي اياك باقرب وقت يا روحي. بدك شي امي؟ يا لطيف شو بنت حلال، جاي على بالي احكي لك شغلات عني وعن هنا. تعي عدي احكي لي. ليش تاخرت تقبرني؟ يعني ما بدك احكي لك شو صار معي؟ هدي 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 رح نسمع. اليوم تحديدا ما بدي هدي، لانه اليوم كل الحارة صارت تعرف قيمتي وصاروا يحلفوا بحياتي. احكيلي لشوف. يا تقبر قلبي على هالتطلي يا الهي، اليوم كلنا سوينا الحارة، مديحة خانم ومديحة خانم، وشو بيلبق لك يا مديحة خانم تعملي جمعات، وشو حلوة فتلتك بيناتنا، لا والاحلى من كل هاد حماتي. وعدت تكوني زعلتيها؟ لا يو، شو زعلتها ما زعلتها، إيه والله حطيتها على راسي وهي هي سبحان الذي خلقها، كيف هيك فاتت على هالجمعة وكأنه النور محاوطها من جميع الجهات، الكل انبهر فيها. شو عم تحكي انت؟ ايه والله مثل ما عم قلك، وبوستني وعانقتني وتقلي روحي، الله يرضى عليك يا ام صياح. امي؟ ايه امك، ولو تشوفها شلون لما اجتمعت مع عيلة الهاشم، ايه والله والله طلعت احلى منهم واكابر اكثر منهم، هلا هي صاير صارت تشوف حالها فيني وتقول لهم هي مو بس كنتي، هي بنتي، هي ام صياح، هي مرت الغالي عدنان، زينة الرجال، وانا بوسها وبوس لايديها. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. لا والاحلى من كل هاد لما هيك وقفت وصرت اخطف فيهم، هلا ابي هو اللي كتب لي اياها للخطبه وحفظني كمان شلون اولى. المهم فشيتي قلبي. شو فشيت قلبي؟ كل اسبوع بدي اعمل مناسبه وجمع لاهل الحاره. استني استني، انت هيك زودتيها، بسمله وخالصين. بس عم اقول لك كلنا سوين الحاره، كيف كانوا عم يحكوا؟ انت شكلك ما سمعتيني، بسمله وخالصين. سكري على هذا الموضوع، يلا الله يرضى عليك، رح اعمل لنا لقمه عشاء، بدنا ناكل. حاضر يا ضي عيوني، حاضر.